السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، وحشتوني جدا جدا، ورجعنا بعد فترة طويلة مملة مملة جدا. طبعا شغل وزحمة الدنيا والأسعار ومش الأسعار، ما علينا من ده كله. المهم يا جدعان، ورجعنا لكم من تاني، وإن شاء الله هتكون عودة خير وباستمرار بإذن الله. فيديو النهاردة يا جدعان هيكون عن أصغر طباخ شفته في حياتي، من الهند، من كوريا، المهم الجماعة اللي هم شبه بعض دول. ان شاء الله الفيديو ده يعجبكم، واللي مشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد، وما تنساش تدوس لايك. المهم يلا بينا نبدأ الفيديو ونتفرج معاكم على الفيديو. زي ما حضراتكم كده شايفين، الواد جاب فطيرة ولفها كده. انا في الاول كنت فاكره قرص كده، معرفش ده ايه. المهم عرفت انه فطير، ما علينا، وجاب البراد زي ما حضراتكم شايفين كده. وهي كسر البيضة مطلعها من الخن بتاعه، كسر البيضة فركشها، تمام. محطش فلفل اسود، انا مش عارف ازاي محطش فلفل اسود والزفارة. وهنا كشف على البيضة، على الفطيرة بيضة دي، وغطى الفطيرة. وهنا بيقلب البيضة، شيف عالمي بقى. وهنا اشطر شيف على الجريل. هنا جاب الكاتشب، تمام. وهنا يشوف الفطيرة، يفتحها دلوقتي. بصوا حاجة كده فخامة، تحس انها شرايح، شرايح مش فطيرة يعني. حاجة حط عليها الكاتشب، ويجيب البيضة بقى بالكاتشب بتاعها، الكابوتش قصدي، تمام. وهنا يقفل بالهنا والشفا يا معلم. كل بقى قطة الرجالة دي، شايفين الواد مندمج مع الفطيرة، بيشد بقى وبيفتح بق، واد كلبوز كده حلو ما شاء الله عليه، شيف شيف عالمي. وكده خلص الفيديو. يا ريت بقى اللي مشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.